الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم سيداتي سادتي. سعيدة بلقائكم، سعيدة بالتواصل معكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا أكيد على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. شكرا لكم على وفائكم، شكرا لكم على تواصلكم الدائم، ودائما إذاعتكم القريبة منكم غتبقى دائما قريبة منكم. نتمنى نكونوا دائما حسن ظنكم وتطلعاتكم. كنبغي نوجه تحية لكل مستمعينا اللي نتوما على مائدة الغداء شهية طيبة بالصحة والراحة، اللي على الطريق سنقول لهم طريق السلامة، الله يوصلكم على خير. ولكل مستمعينا اللي كيتابعونا فين ما كنتوا، في العمل، في العطلة، في الدار، تنقول لكم يوم سعيد. وكنرحب بالجميع، واكيد انه ارقامنا الهاتفيه مفتوحه لكم، فاهلا وسهلا ومرحبا بكم. وكنوجه تحيه لكل المستمعين اللي كيتابعونا سواء على اثير ميد راديو او عبر www.medradio.ma او عبر الابليكاسيون سمارتفون ميد راديو. كالعادة كيف ما تعودنا، نلقى يوم الخميس لقاء الحية المنزلية والمطبخية، كنبداو بها اسبوعنا وتنختموا بها اسبوعنا معكم مستمعينا. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم غتكون معنا صديقتنا فتيحة بمجموعة من الاقتراحات، وايضا لالا الهام بمجموعة من الاقتراحات. وكنعاود نذكر باللي الباب مفتوح لجميع المستمعات والمستمعين الراغبين في انهم يوجهوا اقتراحات او نصائح مع اليومين اللي يتواصلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك، واللي هي سيداتي سادتي، او عبر ارقامنا الهاتفية 0522-47-72-50 ولا 51 ولا 52، ايضا 0522-88-0060 ولا 61 ولا 62. سميحة في استقبالكم، تخلوا لها الرقم الهاتفي ونتواصلوا ان شاء الله خارج الاثير، او انكم تواصلوا معايا بطبيعة الحال عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، وانا غادي نتواصل معكم من بعد ان شاء الله باذن الله باش نحددوا امكانية انكم تكونوا معنا في البرنامج. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع ولكل ما عنده رغبة في هذا الباب. هذا حنا اكيد لقاءنا مفتوح واياكم مستمعينا الكرام ومتواصل ومستمر حتى الوحده. غادي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير في انتظار تهيئوا انفسكم، وراجعين لكم مستمعينا الكرام نصائح الحياه المنزليه رائعه واللي تنفعك بطبيعه الحال وتساعدك في حياتك اليوميه. بقاو معنا، ما تمشيو فين. بكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين. مرحبا بكم، مرحبا بكل من ضمن اللحظه في الاستماع. كنوجه تحيه لكم مستمعينا مباشره، غادي نواصلوا برنامجكم سيداتي سادتي على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. نستقبلوا معنا لالا فتيحه من مكناس. مرحبا بك لالا فتيحه. الو، السلام عليكم لالا سكينه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، واش اخبارك؟ اهلا وسهلا سكينه، غير اعتذر من مستمعه الكريمه، يعني لان ما توصلنيش صوتك بوضوح. دابا احسن فتيحه؟ نعم هي. مرحبا مزيان، احوال طيبه على خير. الله يسهل عليك، تبارك الله عليك، وشكرا جزيلا، واعتذر يعني على اللي بيني وبينك، سمحي لي بزاف. لا فتيحه ماشي مشكل. مرحبا. اهلا وسهلا، وانا سعيده جدا جدا يعني بالمشاركه معكم المتتاليه وهذا التواصل الطيب الكريم، واللي الحمد لله جاء فصل الصيف يعني بافراح ومسراته. الله يكمل على الجميع بخير ويفرح كل اسره فرحه النجاح، وكذلك العرايس اللي غيدخلوا البيت الزوجيه الله يكمل عليهم بخير، والله يكمل على الجميع بخير. مرحبا. مرحبا، الله يطول عمرك، بارك الله فيك فتيحه. تفضلي، شنو تهيئنا اليوم؟ نعم الله، مرحبا للسكينة. اليوم يعني تنشوفوا بأن العمر كيف تنقولوا هو مراحل، البرد القارس وداز الشتاء وداز الله يجعلها بمغفرة الذنوب. يعني كانت عندنا واحد دائما الإنسان إلا مقصرو كيف تنقولوا يحيد واحد السيفة ديال الغطا غير اللي داير عليه، يعني ما نفغطو. نعم لله، ولكن الحمد لله دابا مرت الامور الحمد لله بخير وعلى خير، ودابا انتقلنا من فصل البرد الى فصل الصيف. الصيف اللي تنعرفوه دائما هو طبيعه الحال الفصل اللي تنحتاج فيه الحاجات الخفيفه والحاجات البارده وما شابه ذلك. اذا هنا غادي نحيدوا العالم ديال المنطات وذاك الطويان ذيك الحاجات الثقيله كلها، الله يكون في عون كل سيده بطبيعه الحال اللي عندها الوليدات وعندها الاسره كبيره. دابا دزنا من قلت من المرحله اللي كنا تنتغطاو فيها بالمنطات، غادي نصبنوهم اذا وغادي باش نحتفظوا بهم الى فرصه مقبله لما ياتي يعني البرد ان كان في العمر بقيه. اييه. نعم لهنا انا تنصح السيدات يعني راه باقي الجو شويه بارد، واخا تنشوفوا ان رصيت طلع الحراره بالنهار مازال شويه الصيف باقي يعني معتدل الجو، ما فيهش شي حراره قويه. اذا هنا السيده اللي تصبن المنطقه لها تخليها تاخذ الحراره الكافيه ديال الشمس، وتاكد بانها ما بقات نهائيا فاسقه ليها من اي بلاصه، يعني صافي نشفت بمعنى الكلمه. اييه. وهنا نطويو هذه المنطات ديالنا بكيفيه طبيعيه، وكل ملايه او منطه نديرو الطيه ديالها وطيه واحد كميسه ديال الخزامه.
هذه نخليوها مطويه عليها شحال ما بقات لينا هاد المنطقه، راه ما غيكون عندنا فيها لا غمال ولا والو، يعني غير بقى فيها ريحه زوينه. ديك الرائحه الطيبه ديال الخزامه. اييه. ونبقاو في نفس السياق لاله السكينه، فبطبيعه الحال راه تنحيدو يعني تنخبعو او تنخزنو المنطات وتنجبدو لي زور، اذا تنبقاو في نفس المجال. اذا هنا هذوك لي زور اللي عندنا تنقولو راهم حنا مصبنينهم ومطمئنين عليهم، فاش نديروهم على الوجه ديالنا واخا تيكونوا مصبنين تنشمو فيهم ديك الرائحه ديال الخشب، ديك الرائحه بطبيعه الحال راه شيء معروف. اذا هنا انا تنصح السيده ما تجيبش ليزار مباشره وتغطي به الاطفال ديالها، لان يمكن يكون لنا حساسيه او ما شابه ذلك. فهنا ديرهم في واحد المنطو عفوا في واحد البانيو ودير عليهم واحد الكميه من المسحوق، غير يعني شيء عادي ندير عليهم يعني الرغوه ونخليهم واحد ساعه هكذاك نرقدوهم في ذاك المسحوق ونشلوهم طبيعي، نديروهم بطبيعه الحال يتنشروا لنا او يتنشفوا في السلك غير بطريقه عاديه. وفاش نجيو يعني نبغيو باش نستعملوهم ونطويوهم ونخليهم في المكان اللي غيكون قريب. هنا السيده اذا كان عندها ماء الزهر الحر في الدار ترش على كل زير ديالها واحد الرشات خفيفه من ماء الزهر وتطويه بشكل عادي. هنا فوق ما جات يعني تغطى بهم او تغطي الوليدات ديالها غادي تشم ديك الرائحه الجميله ديال الزهر وما غيكونش عندنا هذه الرائحه ديال الغموله نهائيا. اييه. نعمل على السكينه وكذلك حتى بالنسبه للسيدات اللي تيكون عندك الغلاي الكهربائي وتنكون ضروري انها الساعه جديده وهذا الوقت اللي الله يكون في كل في عون كل سيده راه تيكون الوقت عندنا مزروب وتتبغي تستعمل الغلاي الكهربائي ولكن تتلقى فيه داك الكالكير يعني متكاثر وما تيبغيش يسخن لنا الماء بسرعه. اذا هنا واحد الطريقه سهله وبسيطه هي ان السيده تدير يعني واحد المقدار من الماء وتضيف عليه واحد الكاس كبير ديال الخل. اييه. تشعل عليه بشكل عادي وتغليه مع داك الخل، صافي غير تشوفه تيتغلى غتكون حداه بطبيعه الحال غادي تطفي عليه وتخليه ذات ليله كامله، والصباح غادي يرجع ليها الغلي ديالها جديد بحال اللي عاد شراته، مشات منه ديك الكالكير بشكل نهائي، يعني طريقه سهله. وكذلك بالنسبه للسيدات اللي راه دائما تنعرفوا واحد الصدى تيكون قوي ملي تنكونوا ناعسين تيجيو الاطفال ديالنا يحلوا علينا الباب او الاشخاص الكبار بطبيعه الحال ما تيكونوش منتبهين لهذه المساله، يعني الباب تيدير لنا واحد الصدى قوي. هنا غادي يمكن للسيده باش تغلب على هذا الاشكال هذا تجيب غير واحد المقدار من الصابون البلدي وتدهن هذوك البيزاغرات ديالها من برا ومن الداخل وتبقى تدي ذاك الباب وتجيبه بطبيعه الحال فاش تكون تتقضي الشغيين ديالها عادي، وهكذا ذاك الصدى اللي تيكون عندنا في هذه البيزاغرات تيموت بشكل نهائي وتيبقى شحال ما بقات يعني حلت السيده الباب او سداته تيبقى لها ذاك الباب بشكل عادي ما تيدير لها لا صدى لا والو. اييه. نعمل لو كذلك حتى بالنسبه للسيدات، راه دابا وصل وقت الحكام وقت الحداقه والله يعاون كل سيده. هنا بعض الاحيان تنشوفوا اننا فاش نجيو نجمعوا دوك يعني المعنات ديالنا ومنهم المعالق والماس. بطبيعه الحال يا اما تنجمعوهم بشكل عشوائي، اذا هنا تتكون لنا فيهم واحد الصدى اللي ما تنكونوش حنا منتبهين. هذه طريقة سهلة أن السيدة تجيب واحد البانيو اللي غادي يكون عندها يعني عادي يعني باش يساعدها دير فيه المعلقات والماس شحال ما كان عندها الكمية ديال هاد المعلقات والماس. وتضيف عليهم واحد القرعة ديال المشروب الغازي الأسود وتخليه يبات ليلة كاملة، يعني مرطبين فيهم هاد مرطبة فيهم هاد المعلقات والماس. عفوا. هنا في الصباح غادي تشري لهم غير بشكل عادي تمسحهم بواحد الزويف وديرهم راه غتلقاهم جداد بحال اللي عاد شراتهم ما فيهم لا صدى لا والو. اييه. نعمل لا. وكذلك واحد النصيحه اللي بغيت في الحقيقه نذكر بها الاخوات الكريمات اللي هي اذا كان باقي الوقت لله سكينه تفضلي بغيت نذكر الاخوات بالطريقه ديال السقي الغسول. فبطبيعه الحال راه دائما تيجوني واحد بعض الطلبات تيقول لك اذا كان ممكن وساعدتك الاخت سكينه عاودي لنا هذه الطريقه، لان دابا جا في الصيف الحمد لله وراه يعني الا درنا هذه الطريقه ديال الغسول اللي حنا سقينا على يدينا حسن لينا من داك لي شامبوان اللي تيكون مختلف الشكل دائما، واخا ننظفوا الشعر ديالنا كيف ما نظفناه تيبقى غير واحد الاسبوع تيدير لنا القشره. اذا هذه الطريقه ديال الغسول اللي غادي نعطي للاخوات الا خلاتو يعني في المرحله الاخيره ديال الاستحمام ديالها واستعملت هذا الغسول اللي غادي نعطي راه بطبيعه الحال غادي يساعدها باش دائما الشعر ديالها ما غادي يدير لهاش القشره واخا يبقى يعني مده طويله.
انا غادي تمشي السيده وتجيب المقدار اللي بغات من الغسول الخاص بالسقي هذا، راه تنصحها به بائع الغسول بطبيعه الحال. يعني الحجره الصحيحه. الحجره الصحيحه اللي تتكون في يعني في اللون اللي هو مرضي، يا اما تيكون على شكل رمادي، هذاك هو اللي زوين اللي كيساعدنا باش يساعدنا هذا الغسول باش يجينا في الشكل اللي حنا بغينا. وبطبيعه الحال غادي ناخذوا واحد الكميه ديال الاعشاب اللي منها شحال ما كثرنا من الغسول غادي نكثروا من هذه الاعشاب العطريه اللي غادي نذكر. منها القرنفل، السنبل، الريحان، عود النوار، عفوا اللي هو بطبيعه الحال ذكرت القرنفل، اذا قلت الساره، القرنفل، الورد البلدي، السنبل والريحان. خمسه ديال الانواع من الاعشاب. واحد القليل من الخزامه، إذا بغينا نديرها ما بغيناش نديرها ما كاين مشكل. اذا هنا السكينه هاد الساره اللي ذكرت هي نوع من الاعشاب بطبيعه الحال غادي يوريها لهم، تتكون هي يابسه هادي تندقوها يعني ما تنفزقوهاش ما تنغليوهاش مع هادشي اللي غنديرو. اييه. اذا غادي نخليو قلت الغسول يجلس فينا ياخذ حراره الشمس واحد مده اسبوع. حتى تبقى تهرس السيده هاد الغسول وتلقاه تيتفرتت. ثم غادي نجيبو واحد البانيو وغادي نرطبوه غير بالماء الروبيني عادي. يعني نرطبو به هاد الماء حتى نغطيوه مزيان، نخليوه يبات، عفوا نرطبو به هاد الغسول ديالنا غير بالماء الروبيني عادي. طبيعه الحال الا كان شويه الرطيبه كيسمحوا لي الاخوات. مرحبا. هنا لا تنقول السيدات الا كان ما مرطب غير في الماء الروبيني ولا غدليه، تنديروا هذه المكونات اللي ذكرت من الاعشاب العطريه كامله الا هاد الثره اللي تندقوا في المهراز. تنغليوها في البرمه بشكل عادي طبيعي حتى تطبخ لنا يعني واحد الطبخ بحال اللي تنفورو كسكسو. وهي تتغلي لنا هاد البرمه والدار ديالنا او يعني البيت تيتعطر لنا ديك رائحه الورد عفوا او عود النوار او داكشي اللي حنا ذكرت كامل دابا في هاد الاعشاب العطريه، يعني تيدور لنا في الدار وتيمتص لنا كل الروائح الغير المستحبه وتيخلينا الدار ديالنا يعني معطره بهاد النفحات الجميله يعني نهار كامل، ما تتمشيناش ديك رائحه الورد اللي تغلت لنا في الدار. وهنا تنخليوها حتى تدفى وتنحيدوا هذاك الشيء كله ديال الغسول، تناخذوه بواحد الزليفه بعد ما تنكون خلطناه بيدينا مره اخرى. يعني حتى تنخلطوه مع هذا الماء وتنديروه في واحد الغربال وتنبقاو نغربلوه في واحد البانيو مماثل اللي غادي يساعدنا باش نصفيو عليه هذا الماء ديال الاعشاب العطريه اللي غلينا في هذه البرمه. اييه. بعد ما كان دفى لنا بطبيعه الحال هذا الغربال اللي هو يكون من النوع ديال السلك الرقيق، ما يكونش غليظ باش ما يطيحوا لناش دوك الحجرات ديالنا في الغسول اللي غادي نستعملوا. وانا قلت تنغربلوه بشكل عادي وتنصفيو عليه بديك الصفايه اللي تتكون في شكل دائري وهي تتكون واسعه باش نفرغوا هذا الماء ديالنا على الغسول بشكل عادي، يعني ما غاديش نضايقوا فاش نكونوا تنصفيوه. اييه. هنا غادي نخليوه كذلك يبات الى كامله مره اخرى وهو مرقد في هذا الماء ديال الاعشاب العطريه. وفي الصباح بطبيعه الحال تنخلطوه بيدينا مره اخرى وتنديروه يعني الا كان عندنا الزليج في السطح يعني تندوزوه يعني عليه واحد الشتاء وتنطلقوا عليه هذا الغسول اللي حنا يعني سيقنا او سقينا بشكل رقيق ونخليوه ياخذ يعني الحراره ديال الشمس مده اسبوع تقريبا حتى تهز السيده، يعني داك الطريفه ديال الغسول ترتقهم ما بين يديها، اذا صافي خداو حراره الشمس. ومن بعد تنديروهم في واحد السويكات ديال الثوب وتنديروهم في واحد العلب ديال الحليب بودر اللي دائما انا تنذكر الاخوات بها. هنا راه تتخلي لنا هذا الغسول بشكله الطبيعي. اذا فاش نبغيو نديروا الحمام ديالنا تناخذوا هذا الغسول نفزقوه بالماء بارد ماشي بالماء سخون. اييه. ونديوه معنا للحمام ونخليوه حتى المرحله الاخيره اللي تنديروا ديال الاستحمام بالصحه والراحه، وتندهنوا الشعر ديالنا يعني ترطبوه بهذا الغسول هذا، وتنخليوه حتى ينشف لنا على الشعر. بعد فاش نبغيو نشيدوه ما تنخويوش عليه الماء مباشره، يعني تنخليه تيخصني نوضح عفوا الاخوات هذه المرحله هذه باش يعني نستافدوا جميعا. صافي تنحيدو الغسول من الشعر ديالنا وتنغسلوه بشكل طبيعي ونحيدوه من الشعر ديالنا وما نديروش نهائيا الشامبوان يعني الخاص ديالنا. صافي ديك الساعه نكتفيو غير بهذا الغسول وهكذا
تيبقى السيده الشعر ديالها يعني دائما هاد النفحات ديال رائحه الورد والقرنفل وما شابه ذلك دائما تتكون يعني ملمومه لنا في الشعر ديالنا. وبالصحه والراحه ولا زربت شويه اسمحوا لي الاخوات. مرحبا فتيحه تبارك الله. اليوم استثناء ونزول عند رغبتهم نتمنى ان هذه الوصفه تكون عجبتهم ان شاء الله باذن الله ويجربوها. نعم لو تحياتي وتقديري لاله امينه من اكادير الاخت اللي جاتت عليا يعني بها المكالمات التليفونيه وخديتها من ميد راديو بطبيعه الحال. هذه الاخت اللي تنحييها وتنتمنى لها الصحه والسلامه والله يقويها على الصحه. والاخت اللي لقيت فيها الاخت والصديقه اللي هضرات معايا تقريبا ساعه ولا اكثر هذه الحمد لله هي يعني الحاجه اللي خديت من هذه الاذاعه ويعني خديت اكثر من المجهود ديالي اكثر من المستوى اللي تنستحق. الله يسعدني هذه الاذاعه تبارك الله عليكم. تحياتي لله وللجميع تبارك الله عليكم لله حياكم الله واعتذر عن الاطاله. مرحبا مرحبا لاله فتيحه تبارك الله عليك وتحياتي ليك وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد ان شاء الله نتواصلوا خلال الاسبوع ان شاء الله باذن الله. مشكوره جزيل شكر فتيحه على كل النصائح اللي تقاسمتيها معنا واللي تحفتينا بها اللي خديتك شكرا ليك. حنا اكيد مازال مستمرين مستمعين غادي نمشيو فاصل وراجعين ناخذوا معنا صديقنا الهام من وزازه تبقى معنا ما تمشيو فين. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي انضموا لنا لحظه في الاستماع دائما الاذاعه القريبه منكم ميد راديو برنامجكم سيدتي سادتي. حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم دائما الى حدود الساعه الواحده وغنمشيو مباشره ناخذوا معنا لاله الهام من ورزازات. مرحبا بك لاله الهام. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. لاله يدرك يسلمك. لاله يخطيكم شكرا بزاف على الاهتمام وعلى السؤال وعلى كبيره الله يكبر بكم. مرحبا الى هذا واجب اختي. مرحبا بكم الخير وربي شكرا بزاف. لاله يخطيكم اختي سكينه. مرحبا الله يحفظك. اش غنقول لك شكرا لك لانك اتصلتي بيا هاد الايام وسولتي فيا مرحبا مرحبا الله يحفظك وشكرا شكرا الله يكبر بك. لاله يخطيك كنقول للمستمعين صراحه انا سكينه تقربت منها وعرفتها بزاف يعني شخصيا ويمكن ما كيبانولش انت شي حوايج فيك ولكن تبارك الله قمه في التواضع الله يكبر بيك راه انت اللي قلبك زوينه الى الثواب وزعما ما شاء الله عليك والله الله يطول عمرك وشهاده كنعتز بها ولا لحقك عليها. شكرا لك الله يكبر بيك. شكرا جزيلا. شكرا لسميحه حتى هي دابا فاش هضرت معايا سولتني على صحتي شكرا بزاف دابا الحمد لله اون فورم اللهم لك الحمد لله اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك تحيه للمستمعين اللي كيسمعونا والمستمعات تحيه لهم كبيره ما ننساش التحيه ديالهم ضروري. مرحبا. نبداو ان شاء الله النصائح وكنحيي لاله فتيحه حتى هي اللي يلاه دازت معنا. الانسانه المعطاء تبارك الله والصباره الله يحفظها ويعطيها صحتها. اللهم امين يا رب. نبداو ان شاء الله بالنصائح اللي نتمنى تفيد المستمعات ان شاء الله. بالنسبه للبواطات ديال البلاستيك اللي كنستعملوها كالثلاجه نحتفظوا بالاكل بعد خطرات كنحتفظوا بحوت مشرمل في شي بواطه اولا دجاج اولا وكتبقى ديك الريحه ديال الشرموله مجهده فيهم. كنبغيو نديرو حوايج اخرين فيهم ما كان يعني ما كان صافي واخا كنغسلوهم ما كتبغيش تشد ديك الريحه فكنضطروا اننا نخليوهم على جنب ما كنديرو فيهم حتى شي حاجه من غير شي حاجه الشرموله. فاش باش تشد ديك الريحه ديال الشرموله منهم غادي غير تشيل لهم السيده الغطايه ديالهم ديال المغطيه ديالهم وديرهم في الثلاجه بلا غطايه بلا والو اولا في المجمد. أيه. ديرهم واحد المده قصيره وتخرجهم بهذا الشكل هذا ما كتبقاش ريحه الريحه ديال الشرموله نهائيا فيهم وكتستعملهم لاي حاجه بغات. بالنسبه لواحد السؤال جاء على كيفاش تحك واحد السيده بغات تحك الحسكات ديال النحاس. اييه الا قريتي في الفيسبوك اختي سكينه انا نقول لها اي حاجه ديال النحاس ما تعذبيش راسك معاها. اي حاجه كيف ما بغاتي تكون ديال النحاس غتاخدي غير داك الماء المعسل ديال الحمض المصير. اييه هذاك الماء راه صراحه فعال بزاف بزاف كتغتصغل القطن فيه وكتبقى تدوز على شي حاجه ديال النحاس كيف ما بغاتي تكون راه واحد النتيجه مبهره وفي البلاصه كتبان لك النتيجه ما كتحكي ما كتعذبي وما كيخصهاش ما كيخصهاش مجهود كبير. ما كيخصهاش مجهود كبير ما عندهاش الماء ديال الحامض المصير داك الماء المعسل غادي تاخذ غير الحامض عادي تقطع واحد الرونديله ديال الحامض تحكها لداك ديك الحسكه ديالها ودير واحد شويه ديال جيكس دير فيه يعني الصابون العادي اللي كتغسل به الماعن. أيه. ودوز عليه تحكو هكا يعني خاص واحد شويه ديال المجهود ماشي بزاف ولكن داك الحامض راه كيعاون غدوز عليه بالجيكس وتشللها غتبقى تلمع تبارك الله وديرها في في في, في هذا في الشمس. وكاين عاوتاني اقتراح ثالث اللي هو الحامض والرماد. اييه
الحامض والرماد حتى هما زوينين بزاف. انا الام ديال الزوج ديالي هذه هي الطريقه اللي كدير عندها تبارك الله واحد الكميه ديال الماء ديال النحاس اللي محتفظه بهم زينه بهم تبارك الله في الصالون. كنحييها من هنا الحاجه كنحييها تحياتنا لها الله يطول في عمرها الله يبارك فيك الله يخطيك. رغم انها ما كتقبضش من الراديو ودائما كتقول لي عفاك قولي سكينه باش تهضر مع تقنيين يعني على حسب هذا المنطقه المنطقة أزرو يعني جهة الإفران. مرحبا مرحبا إن شاء الله نشوفه مع السيد الغنية الإشكالية وشنا إن شاء الله نكونوا قريبا في أزرو. والله العظيم كتكون عندي يعني كتشوق أنا تستمع لكم لأن هي من العاشقات ديال الراديو ولكن مهم إن شاء الله ملي يسر الله راه غتبقى تستمع لكم إن شاء الله بإذن الله الله يكرمها الله يحفظها. كتدير هي للذكر ديالها ذكرتها دابا غير وحيد هي كتحك بالحامض والرماد هذا هو الخليط ديالها. أييه كتحكم تبارك الله كيخرجوا غزالين صراحة تيبقى تيلمع داك النحاس واحد المدة هو تيبغي عاوتاني واحد المدة تحكيه يعني هو دائما هو كيبغي العناية هو تيبغي العناية طبيعة الحال. فين وصلنا دابا كنا كنهضروا على النحاس. أييه كنهضروا على النحاس غادي نمشيو نحيدو من التنظيف ونمشيو للكوزينة. أييه تفضلي. نصيحة بالنسبة للسيدات العاشقات ديال الساندويتشات ديال الشاورما اللي كنعرفوا دابا تبارك الله دخل الحال وكيبغيو يديروا ساندويتشات لوليداتهم أنا منهم. داكشي خفيف الله يبارك فيك. تنديروا ساندويتشات هكا كنشكلوا فيهم مرة ساندويتشات عاديين مرة ساندويتشات ديال الشاورما كيجيو تبارك الله زوينين وديال الدار ما كاينش حاجة ديال الدار ما كاينش بحالها. فباش كنحصلوا على ديك النسمة ديال الشاورما الحقيقية غنعطيهم واحد العطرية اللي أنا كنديرها شخصيا وإن شاء الله يعتمدوها غتعجبهم بزاف. أيه. اللي هي عندنا فيها غادي نعطي أنا المكونات العطرية هما يديروا القياس اللي بغاو بغاو يخلطوا العطرية في واحد القريعة راه كيديروا القياس اللي بغاو معلقه معلقه من كل حاجه ويحتفظوا بها حيت هاد العطريه هادي ملي كنخلطوها اختي سكينه فشي قريعه اي عطريه بغينا بغينا ديال الشاورما بغينا ديال الكفته بغينا ديال القطبان ملي كتخلطي العطريه راه العناصر بعضياتها كيتلقى شي فشي راه كتعطي واحد النسمه زوينه ماشي بحال الا هزيتي من هنا ومن هنا ومن هنا. اييه هي فعلا باش يكون مفهوم. كتعطي واحد النسمه مغايره صراحه ملي كتخلطي العطريه في هاد القريعه وتحتفظي بها. اييه عندنا فيها الخرقوم عندنا الثوم بودره راه كنت عطيتو غنعاود نعطي ان شاء الله في حصه اخرى. الثوم بودره والخرقوم القزبر حبوب مطحون والهيل مطحون يعني الهيل ما نكثروش منه والقرنفل حتى هو ما نكثروش منه كنطحنوه وكناخذوا منه غير راس معلقه. أيه. اي كميه درنا كناخذوا غير راس معلقه والقرنفل بطبيعه الحال نحيدوا ديك النباته المسمومه اللي كتكون الوسط. نعم حبيبه باش الناس المساله ما كيردوش لها البال الناس بزاف. نعم نعم لا بصح شكرا للاشاره. معلقه سمحوا لي وصلت القرنفل يعني راس معلقه عندنا معلقه صغيره ديال القرفه. اييه والكمون والزنجبير والابزار والتحميره والملحه من طبيعه الحال هادو هما المكونات اللي كاينين في العطريه ديال الشاورما. اييه تبارك الله كتجي النسمه ديال داك الدجاج زوينه كنرقدوه في هاد العطريه هادي كيجي زوين بزاف والمذاق الاصيل يعني ديال الشاورما. اييه الله يكثر العاشقات الحنه تبارك الله دابا المناسبات وحتى اللي كتبغي ديرها هكا لشعرها فإلا درتي بلا مناسبات بلا مناسبات حنينا بلا مناسبات الله يحن عينا جميعا. الله عليك بعدا راني شفتك في واحد الفيديو في الفيسبوك راه كي دايره تبارك الله الحنينه الله يحن عليا وعليك وعلى جميع المسلمين. امين تبارك الله انك كتحمقني الحنه وكنشوف في يديك تبارك الله ما شاء الله الله يحفظك غزاله ما شاء الله عليك الله يكبر بك شكرا لك غزاله تبارك الله الحنه الا درت السيده الوصفه ديال الحنه وشعرها هكا شي خليط ديال الحنه وشي مكونات اخرين كنعرفوا هاد الحاشيات ديال الشعر يعني هاد الجذوره ديال الشعر كيتخرج لينا الحنه وكتبقى جبهه صفراء يعني غير مستحب داك الشكل انا بعدا ما كيعجبنيش. فملي دير الحنه لراسها تحاول دير الفازلين لهاد الجذوره ديال الجبهه ديالها. اييه دير ماده الفازلين كتولي ماده عازله. اييه ما غاديش تقبض ليها نهائيا في هاد الجذوره وغادي يبقى الشكل زوين ملي تغسل ان شاء الله وتقاد شعرها غادي يبان لها واحد الشكل اللي هو زوين. اييه بالنسبه للكيك الكيك الا كانت السيده كدير الكيك ديالها كتخلط وكتقاد وشيطات شويه في الطحين يعني شمتها الطحين كما كنقولوا وتقالت لها الكيك فما تزيد لا بيض ما تزيد لا زيت ما تزيد لا ما لا والو غتزيد غير شويه ديال الحليب. اييه غتزيد الحليب وغادي تنقد تزيد اللي بغات الكميه اللي بغات ديال الحليب على حسب هي
الخليط اللي هي بغات تحصل عليه، حتى تحصل على داك الخليط اللي هي كانت باغا تحصل عليه صافي وتوقف، ما غاديش تخاف نهائيا، غادي يطلع لها الكيك فنه. انا وقعت لي يعني غير البارح شيط شويه في الدقيق تبارك الله عليا، كان خلطت الكيك وشيط وانا زدت الحليب وتبارك الله ما شاء الله طلعت الكيكه فنه فنه. اييه وملي كاع ولو كاع يعني شيطات في الطحين وجاتها ثقيله هذيك العجينه ديال الكيك ودخلتها الفران حتى طابت وداك الشيء، وملي خرجتها لقاتها يعني شي شويه ثقيله تنعرفوا تجي شويه مدقته، فملي تكون الكيكه باقا سخونه غتقبط اما العصير ديال الليمون يا اما الحليب يا اما مناضه، عندها اي مناضه كيف ما بغاتو تكون النسمه ديالها، اما ديال الاناناس اما ديال الليمون اما اللي كان، غادي غير تسقي هذيك الكيكه ما تخافش، ماشي تترشها ولا تكب عليها نيت هكا وهي سخونه، غادي تخليها واحد شويه وغادي تجي تلقاها فتيه فتيه بزاف بزاف. اييه بالنسبه للشعريه ديال الصفه، الا خدات السيده شعريه ديال الصفه تقدات واحد الكميه وجاتها للدار فتشدها ما دهنها ما حتى شي حاجه، ديرها في الكسكاس وتبخر. اييه وهي ناشفه يلاه جبتها حيدتها من البلاستيك اللي كاينه فيها، ترميها في الكسكاس والماء كيطبخ لتحت في البرمه، يطلع عليها الفوره مزيان تتشوك ليها ديك الصفه، كطلع دوك سميتو ديالها تشوفهم يعني مشوكين دوك الريوس ديالها، وتحيدها تكبها في شي منديل في الارض ولا فوق البوطاجير وتخليها تنشرها كما كنقولوا تنشرها هكا تقاد بحال كنشروا القمح يعني في هذا، وتخليها يضربها الهواء وتجمعها ديك الساعه حتى تبرد مزيان يعني تعرفها نشفات وبردات، وعاد جمعها في شي بواطه عندها وتحتفظ بها. ملي غادي تبغي تطيبها غاتجيها سهله في التفوار، ما كتبقاش بحال مسكه في الفم، كتولي الصفه باي طريقه طيبتها كتجي زوينه وكتجي فتيه. اي حيت بزاف السيدات كيخافوا من الصفه كتعجن ولا كتبدا تقطع، يعني ماشي كلشي كيتسق ليه. يديروا هالطريقه ان شاء الله وما غاديش يخافوا من طبيعه الحال اللي كنانسيستي عليه انا، وهو بغيت سميده بغيت طحين بغيت صفه بغيت شعريه كيف ما بغاو اي مكون بغيت، كناخذ الجوده اللي كتكون مزيانه بطبيعه الحال، كنقلب بيديا كنسول يعني حنا هذا الشيء كنتقاسموه مع الاخوات، ناخذ الحاجه اللي كتكون زوينه في الجوده ديالها، من الاحسن نزيد واحد ثلاثه دريهمات ولا اربعه وناخذ حاجه زوينه كتصدق هي الوصفه زوينه. أيه. انا هذا الشيء بحكم تجربتي البسيطه. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اما الا جيت غير ناخذ يعني اي حاجه راه ما كتصدقش الوصفه زوينه وكيجي داكشي ما ماشي هو هذاك، فمن الاحسن ناخذ جوده زوينه تبارك الله موجود السوق موجود فيه يعني الانواع والاشكال، تاخذ الحاجه اللي هي مزيانه غتثقلها في يديها وهذا الشيء اللي كاين. الشعريه الصفه هذا الشيء اللي قلت عليها غير يديروا السيدات ان شاء الله راه زوين، غير تاخذها وتفورها بلا دهين بلا والو، انا كناكد ما دهنها لا بزيت لا بوالو غير ناشفه هكذاك وتفورها. بالنسبه عندنا واحد البديل ديال القجده الطريه اللي كيتطلب بزاف، قجده طريه في شي وصفه وكيديروا لها بنقص، هما كاع ما كيديروهاش لانه شحال وحده ما كيتوفرش ليها هذا الشيء، هذا ما كيكونش قريب لها، ولا القجده الطريه اللي خاصه بالطهي ماشي القجده الطريه اللي خاصه يعني بالقجده خيم لا كويزين اي اللي خاصه بالطياب اللي كتكون في ليكيش المالحين اللي كتكون في ليكغاتان اللي كتكون باش نوضح هي كتكون باش يعرفوا الناس كتكون ثقيله الكريمه ديال المطبخ، أيه القجده الطريه كتكون خفيفه هذه كتكون ثقيله. الله يعطيك الصحه كتكون ثقيله. غادي ناخذوا غير ياغورت مسوس ونزيدوا عليه بيضه ونضربوا مزيان ونكبوا فوق الكغاتان ديالنا ونديروا هذا الشيء، كنقول انا الا كان كغاتان كبير من طبيعه الحال كتضاعف المقادير، كدير جوج ديال ياغورت وكدير جوج بيضات، كان غير يعني كغاتان صغير ولا كيش يعني قليل كدير غير ياغورت مسوس وبيضه هذا الشيء كيبقى ليهم، اولا كدير كاس ديال الحليب وبيضه. فهادو سميتو بجوج ديال الاقتراحات هما كبديل القجده الطريه الخاصه بالطياب. اييه لي فولار اللي عزاز علينا كناخذو دي فولار بعد الخطرات اللي كيكونوا غاليين ديال الحرير ولا، وكنبغيهم دائما يبقاو زوينين، من الاحسن ملي تبغي تصبنهم سيده تصبنهم بوحديتهم ما تخلطهمش مع الحوايج، حاجه تتكون عزيزه علينا كنحاولوا نطفوها بوحديتها. الله يعطي الصحه لخديجه الحجوجي، كنت عقلت قالت واحد هذا زوين بزاف اللي هو بحال دابا الا بغينا نصبنوا جليلبه ولا هذا عزيزه علينا ما نصبنوهاش في الدار، حاولوا نديوها البيسينغ تتصبن تتبقى محافظه على اللون ديالها. انا حتى انا هادشي اللي كندير اختي سكينه جليلبه كانت عزيزه عليا خيتها غاليه كنديها البريسينغ كثمن مناسب 10 دراهم هكا تصبن وغادي تحافظي على امد الحياه ديالها مده اطول تبارك الله كيبقى ولا
مونطو عزيز ولا كيبقى داكشي زوين بزاف من تفادى وتصبين ديال الدار. فلي فولار دير غير لي ديميلور اللي كيكونوا عندنا مع الخضره كيتسيما ولا ديروا شي شويه كتخلطوا مع شي شويه ديال الماء وتديروا في واحد الطويصه بوحدها وتغسل ديك الدريره ديال هذيك الفولار ديالها وغادي تخرج زوينه بريحه زوينه كتبقى رطبه كتبقى محافظه على الالوان ديالها وعلى الرطوبيه ديالها. الله يعطيك الصحه ما عندي ما يتسالك الهام تبارك الله عليك. الله يبارك فيك كنتمنى تكونوا استفدتوا اكيد لو غير شويه اكيد اكيد. كنكون فرحانه ملي كنكون غنطلع على السيدات وعلى المستمعات. شكرا بزاف اختي سكينه تبارك الله عليكم الله يوفقكم وعطله سعيده لكاع الوليدات الله يحفظهم ويجيب لهم النجاح. اللهم امين الله يفرحهم بالجميع يا رب. المسلمين يا رب يحفظك وليدك وتشوف ان شاء الله في الدرجات العليا وداك الشيء اللي كتمني له وتبارك الله عليكم. شكرا جزيلا لك الهام والله يحفظ لك حتى انت وليداتك. شكرا لك على تواصلك معنا بطبيعه الحال وان شاء الله اكيد نتلاقاو الاسبوع الجاي وشكرا جزيلا على كل النصائح اللي قدمتي لنا ونهايه اسبوع موفقه وعطله سعيده ايضا. كنوجه تحيه لكل مستمعينا وكل اوفياء انا اكيد احنا مازال معكم مازال مواصلين غنمشيو فاصل ورجعين. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين ومازال مستمرين. مرحبا بالجميع مرحبا بكل اوفيائنا تحيه خالصه لكم وغادي نجاوبوا على بعض الاسئله ديالكم. شكون اللي تواصلكم معنا مستمعينا؟ غنبدا بسؤال ديال المستمعه كريمه اللي طرحت سؤال على سميحه خارج الاثير. بغات طريقه كيفاش يمكن لها تحافظ بطبيعه الحال على المقله ديالها. خدات مقله جديده بغات تعرف الطريقه باش تقدر تحافظ عليها. طريقه سهله. اول حاجه ملي تناخذوا المقله انا نصيحتي ما نستعملوش فرشيطه ما نستعملوش شي 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 مغرفه ديال لينوكس ولا حاده. يستحسن اننا نستعملوا هذيك لالوش اولا ديك المغرفه اللي تنشريوها مع هذيك المقله. راه هما ما كيبيعوها مع ديك المقله الا لانها كتعاوننا على اننا نصاوبوا داكشي اللي غنصاوبوه في المقله ديالنا ولكن كتحافظ عليها ما كتقشرهاش وما كتجرحهاش لان هذيك المقله ما خصهاش تجرح. اذا هذه اول حاجه. ثاني حاجة ما عمرنا ما نغسلوها بجيكس ولا بشي حاجة اللي حرشة. يستحسن أنه دائما نضفوها بطريق بشي يعني شيفون يكون رطب مع شوية ديال السائل الواني تنضفوها غير يعني بطريقة سهلة وبسيطة ونشفوها وصافي ها هي المقلة ديالنا مزيانة. النصيحة الثالثة اللي يقدروا السيدات انهم يعتمدوها ولي انا مؤخرا بصراحة شفتها بانها طريقة زوينة بزاف واننا كناخذوا البابي كويسون او ورق المطبخ. تناخذوا هذا الورق وتنقطعوا على الشكل اللي غادي كنقطعوا على القطر ديال المقلة ديالنا وتنحطوه في القعر ديال المقلة ديالنا وتنطيبوا عليه سواء البيض سواء اي حاجة بغينا نطيبوها في ديك المقلة. فكونوا على يقين اول حاجة ذاك ورق المطبخ يعني البابي كويسون هذاك الورق تيخلي ان الماكله مثلا ما تشربش الإيدام بزاف الى غير ذلك واخا نكونوا دايرين إيدام صحي يعني دايرين زيت الزيتون وفي نفس الوقت كيحافظنا على المقله كتبقى نقيه وما كتجرحش وما كتكرفش. فوا كنساليو الطياب ديالنا تنفرغوا الوصفه ديالنا ولا الشهيوه ديالنا في طبيسل وتناخذوا هذاك البابي كويسون كنتخلصوا منه كنرميوه وصافي المقله ديالنا كتبقى مزيانه. لان هذه بعد الطرق. كنشكر ناخذوا بعد الرسائل. كنشكر بزاف اختي سكينه عافاك بغيت شي طريقه باش نزول الساق من الزليج ديال الحمام. طريقه سهله الا عندك غير عندك الساق غادي تاخذي غير الورق ديال المطبخ ماشي بابي كويسون الورق المنادل ديال المطبخ يعني داك الرولو اللي كنشريو ديال الكوزينه اللي كنشفو فيه مثلا اللي كنحطوه تحت الحوت اولا الفخيت مثلا لقيناه باش نشفوه من الزيت واخا انا ضد القلي المهم عرفتك باش نعرفك انا ورق علاش كندوي. تناخدوه تنديروه في الزليج وكنسخنو بالسشوار ما حد هذاك السشوار كيسخن هذيك الساق ما حدا كتنزل ما حدا كتلصق في داك البابي وكنبقاو نعاودوا العمليه حتى كنزولوه تماما. صباحك مبروك وتبارك الله عليك. يا ريت تقول لنا الاخت الهام الكميه المضبوطه ديال كل حاجه ديال توابل الشاورما وشكرا. مرحبا لالا ايمان. هي لالا الهام يعني عطاتنا الكميه ديال اننا مثلا درنا معلقه من هذه نعاودوا نديروا معلقه من هذه الا القرنفل اللي غنديروا نص معلقه ولا راس معلقه الشيء الاخر كلشي غنديروا معلقه 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 مثلا. ولكن انا كنوعدك ان شاء الله الاسبوع الجاي نعاودوا نحددوا مع الهام بالضبط شنو هما يعني كيفاش خصنا نديروا كل معلقه ديال 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 يعني شحال خصنا نديروا ديال الكميه بالضبط. السلام عليكم عافاك صحتكم. عافاك الى غير ذكرينا بالثوم بودره لالا الهام لان هي كنشريوها بثمن طالع. واخا لالا مجده مرحبا بكل فرح. الاسبوع الجاي نشوفوها مع الهام تعطينا طريقه اللي نصوبوا بها الثومه بودره في الدار. السلام سكينه كون غير عاودتي لنا الحيل ديال
ديال ما عرفتش هذيك شنو هي اللي قالت لنا فسيحه وخلى لها ام الاء غير ما عرفتش شنو هو بالضبط الطالب ديالك نرجعوا لها ان شاء الله علاش لا وانا ما تنساوش بلي يمكن لكم تزوروا ايضا الصفحه الرسميه لاذاعه ميد راديو ميد راديو اوفيسيال والصفحه الرسميه لاذاعه سيدتي اللي لبرنامج سيدتي سادتي غادي تلقاو لي فيديو اللي فيهم الاقتراحات ديال المستمعات بطبيعه الحال اللي كنوضعوا كل يوم. صباح النور نوار ميد راديو الله يحفظك ليا كي دايره راه كيفنا ما شاء الله وكنبغيكم لله شكرا جزيلا الله يحفظك ليا لاله ولي حرمني من محبتكم. سلام اختي سكينه بغيت نسولك كيفاش ندير نحيد السيمه البيضاء في الكرسي ديال التواليت البلدي وزليج. اذا السيمه البيضاء انا نصيحتي لك تاخذي الكراتوار واحد داك اللي كي بحال اش غنقول لك سيري غير عند دروكري قولي لي عطيني الكراتوار يعطيك الكراتوار هذاك الكراتوار تتاخديه تتمشي للدار غادي ترطبي هذيك البلاصه اللي فيها السيمه البيضاء غترطبيها بالماء السخون والصابون البلدي. اذا غديري ماء سخون وصابون بلدي غتكبي على هذيك البلاصه غتخليه واحد ربع ساعه وغترجعي غتبداي كتحيدي ديك السيمه بالكراتوار راه كتبدا تقلع بسهوله يعني وتردي البال تجرحي الزليج ديالك كتبدا تقلع بواحد السهوله عجيبه جدا. ومن بعد بطبيعه الحال يمكن لك انك ديري الصابون البلدي مع الماء سخون تخليه في داك الزليج وفي ديك التواليت واحد ليله كامله ورد ليه تسيقي المحمم ديالك غادي ترجع واحد اللمعان زوين بزاف للزليج وفي نفس الوقت تحيد كاع البقايا اللي ما زويناش بطبيعه الحال. كان بودي ناخذ اسئله اخرى مستمعاتنا ولكن للاسف وصلنا الختام لقائنا اليوم. ان شاء الله اكيد انا نتلاقاو ان شاء الله نهار اثنين كيف ما تعودنا كالعاده كنفتتحوا اسبوعنا بالحيل المنزليه والمطبخيه وتنعاودوا نختموا اسبوعنا بالحيل المنزليه والمطبخيه. مرحبا واهلا وسهلا بكل مستمعينا وكل اوفيائنا شكرا لكم على فاكم. كنبغي نشكر وفتيحه والهام وكل المستمعات اللي كيتواصلوا معنا سواء عبر الاسير او خارج الاسير او عبر الاستماع اللي خطيكم علينا شكرا لك وفاء فايزه رفقتينا اليوم في الاخراج سميحه شوبي استقبال مكالماتكم اسماعيل روحي استوى الحلقه شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء متابعة. يوم سعيد كنتمنى لكم تهلاو لي فراسكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء.
عجباتي خلي اضيفها.